الاتحاد المصري لكره اليد حدد يومي 7 و9 نوفمبر الجاري موعدا للمباراتين الوديتين القادمين لمنتخب مصر طبعا بقياده الاسباني خوان كارلوس باستور مع منتخب اليابان في معسكر المنتخب استعدادا لبطوله العالم مقر اقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج طبعا في الفتره ما بين 14 طبعا حتى يوم 14 يناير حتى يوم 4 فبراير القادم. وزي ما احنا عارفين يعني ان القرعه بطوله العالم اوقعت المنتخب ضمن المجموعه الثامنه لضم كل من كرواتيا والبحرين والارجنتين. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في بطوله العالم القادمه.